كويز. مجموعة من الأسئلة بشير بسرعة جاوبنا عليها من غير برشا تخمام. تبع شوية الكرة اليوم في تونس. تبع شوية. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ ترجي بن رمضان. أحسن لاعب في تاريخ تونس جابته تونس. برشا. الواحد هكا قاعد في بالك سمي نعرف برشا سمي لي واحد تعتبر الأفضل. بركة. أنا مراد الغربي يعجبني برشا. خاطر ولد جمعيتك؟ لا 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 مش خاطر وجهك، خاطر كورت معاه ونعرف شنو هو مورد الغربي. اقرب لاعب ليك شكون؟ تو ما عادش عندي هيك، كان خالد بدر، خالد بدر. تو حتى واحد. خالد بدر هيك. افضل مدرب تونسي تو؟ تو معين شعبان. افضل مدرب في تاريخ تونس؟ يوسف الزواوي. في تاريخ تونس؟ رغم المشاكل اللي كانت بيناتهم. رغم المشاكل وكل شيء، شو كل حد نعطي حقه انا راه. ماتش ما تنساش يقعد في بالك؟ ماتش ما تنساش، ماتش وقت نلعب في السيابي نتاع بطولة كنا باش نهزوها بعد تحرمت منها هذيك. بون والبطولة مع السيابي. مع السيابي وما هزيناهاش. بونتو ما تنساش. بونتو ليتوال. أقوى جمهور في تونس تعتبره؟ أقوى جمهور في تونس؟ أي. جمهور الكليب. أول شهرية خذيتها؟ أول شهرية خذيتها خذيت 60 دينار. 60 دينار. شنين حاجة فيك ما تعجبكش؟ أنا؟ إي. برشا حوايج ما يعجبونيش أنا، نيتي و فهمتني نمشي على نيتي لتو حتى لتو راه ديما على نيتي. أحسن ملاعبي في العالم يعجبك؟ أحسن ملاعبي في العالم مارادونا الله يرحمه. تو. إي. أنا من محبين كريستيانو. كريستيانو، مدرب في العالم. في العالم. غارديولا كانت هذه الكويز